الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رعى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى عن حمران مولى عثمان بن عفان، أنت قلت عفانين، عفانا أنت قلت عفانين، عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه إلى آخره. هذا الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوضوء الكامل، وهو الوضوء الكامل. وعثمان رضي الله عنه قالوا هو الذي تزوج ابنتي نبي، لا يعرف أحد تزوج ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه ابنتي، فهو رقي وأم كلثوم رضي الله عنهما. فعثمان زوجه النبي كلتيهما، طبعا توفيت واحدة ثم الثانية، ما جمع بينهما، لا يجمع بين الأختين، ومناقبه معروف رضي الله عنه. حمران مولى عثمان، حمران هذا سبي واشتراه ثم اعتقه، وحمران من العلماء ومن الثقات. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، وهذا يبدو أن عثمان كان أراد أن يعلم الناس، والصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على تعليم الناس وتفقيههم في أمور دينهم وتعليمهم أمور الإسلام وأحكامه وأمور الإسلام كلها من العقائد والأحكام والأخلاق إلى آخره. فعثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، الوضوء بالفتح اسم للماء، الوضوء والطهور بالفتح بفتح الواو اسم للماء، والوضوء بالضم مصدر واسم للفعل، نفس عملية الوضوء بالضم وضوء، والماء يسمى وضوء، الماء وضوء، ومثله الطهور والطهور، الطهور الماء والطهور مصدر، وهي أيضا بمعنى الفعل التطهر، يعني الطهور التطهر والطهور الماء. والوضوء طبعا ناخذ من الوضاءة وهي الحسن، من الوضاءة والضياء، فسمي لأنه طبعا آثاره على العبد لا شك أنها كلها آثار نور
كما سيأتي في آخر الحديث وفي أحاديث أخرى، لأن من توضأ تتحادر خطاياه مع أعضاء الوضوء، مع الماء ومع خيط الماء، تتحادر من وجهه، تتحادر من يديه ومن رجليه ومن رأسه ومن أعضائه، وحتى من إذا تمضمض واستنشق تتحادر الخطايا. ومن هنا كان الوضوء نورا ووضاءة. دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه. تعرفون معنا حالتان في غسل اليدين قبل الوضوء. الحالة الأولى هو إذا قام من النوم، إذا قام من النوم يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم فلا يغمس يده في الإناء، وإنما يفرغ إفراغا. وهنا لم يكن قائما من نوم الليل، ولكن هذا هو السنة. بمعنى إذا كنت تتوضأ من إناء ليس من صنبور أو من حنفية، لا من إناء، فالسنة أنك قبل ما تبدأ بالوضوء تفرغ، بمعنى تميل الإناء وتأخذ وتصب على يديك، ثم بعدما تغسلهما ثلاثا لك أن تدخل يدك في الإناء وتتوضأ. ولو دخلتهما من قبل صح، اليدان ليست نجستين، وإنما هذا من باب الكمال، من باب الكمال. إذا كنت تتوضأ بإناء فإنك لا تدخل يدك في أول الأمر، وإنما تفرغ إفراغا، تميل الإناء حتى يصب على يديك ثم تغسلهما ثلاثا، ثم بعد ذلك لك أن تدخل يدك وتبدأ في الوضوء. وهنا قال عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ، أفرغ يعني أمال الماء الإناء وأفرغ يعني صب على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. طبعا أنا الآن خلكم معنا نتكلم عن صفة الوضوء الكامل، صفة الوضوء. الحديث هذا يبين صفة الوضوء الكامل، وسوف أتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل. أول شيء النية، إذا أراد المسلم أن يتوضأ ينوي، والنية محل القلب، ينوي ثم يسمي، أيضا ينبغي يسمي، يقول بسم الله قبل أن يبدأ، كما جاء في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وإن كان الحديث بعضها فيها ضعف، ولكنها لا شك ترقى إلى أدنى الأحوال أن تكون سنة. وإلا في مذهب أحمد وبعضها الحديث أنه أن التسمية واجبة، أن التسمية واجبة، والنية كذلك أيضا على عند المذاهب الثلاثة أنها شرط، باعتبار أن الوضوء عبادة، الوضوء عبادة، وكل عبادة لا تكون عبادة إلا بالنية، فالنية هي التي تفرق بين العادات والعبادات، وأي عبادة لا تكون إلا بنية. فلو أنك دفعت مالا لفقير ولم تنوي زكاة لا تكون زكاة، تكون صدقة، لابد أن تنوي أنها زكاة. دخلت تصلي لابد أن تنوي هذه الصلاة، ما هي؟ هل هي سنة، سنة الضحى، هل هي فريضة، هل هي فريضة عصر، فريضة ظهر؟ فالنية لابد منها، وهي التي تحدد نوع العمل، هل هو سنة، هل هو واجب، هل هو قضاء، هل هي أداء، هل هي إعادة. فالنية هي التي تحدد نوع العبادة. كذلك الوضوء، أحيانا الإنسان يضع على يغسل وجهه لا يريد الوضوء، وإنما يريد التنظف أو يريد التبرد أو يزيل أثر في وجهه، فأولا ينوي ثم يسمي، يقول بسم الله ثم يفرغ على يديه من الإناء إذا لم يكن يتوضأ من صنبور. الصنبور لا يحتاج أن الصنبور يصب مباشرة ولا يباشر الماء المستعمل. فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. إن السنة أن تغسل يديك ثلاث مرات، وهذا سنة، لكنها ليست فرض الوضوء، فرض الوضوء سيأتي،
أن يغسل يديه مع المرفقين بعد الوجه، يغسل يديه مع المرفقين بعد الوجه كما سوف يأتي. لكن هذه لا، هذه ابتداء يغسل يديه. فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء، يعني دخل اليمنى طبعا، ثم تفيد التعقيب، تفيد الترتيب، يعني بعد ما غسل يديه أدخل يده في الإناء ثم تمضمض واستنشق. المضمضة هي إدخال الماء في الفم وإدارته، إدارة الماء في الفم ثم مجه. لكن هل المج لابد منه أو لو أنه ابتلعه يكفي؟ فالعلماء يقول هل المضمضة لابد فيها بين الخضخضة الماء في الفم ثم مجه، أو مجرد الخضخضة تكفي، أو مجرد إدخال الماء يكفي؟ بعضهم يقول لابد من المج. ما يتسمى مضمضة في اللغة إلا بعد أن تدير الفم وتمج، يعني تخرجه في الخارج، وهذا لا يبدو أنه لازما، أو لا يبدو أنه لازم، وإنما لو أنه تمضمض وابتلعه فإن المضمضة صحيحة، فإن المضمضة صحيحة. لكن العادة لا شك الإنسان يمج ويلفظ الماء حينما يتمضمض به. فهذه المضمضة، ثم تمضمض 3 مرات واستنشق. الاستنشاق هو جذب الماء في الأنف إلى الأنف، إلى داخل الأنف، جذب الماء إلى داخل الأنف ثم وإعادته إلى الخارج يسمى استنثار، ومر معنا هذا السابق، استنثر 3. وإذا ذكر أحدهما ولم يذكر الآخر فإنه يفيد. إذا قلنا استنشق معناه استنشق أو استنثر، وإذا قلنا استنثر فمعناه استنثر واستنشق، وإذا جمع جميعا استنشق واستنثر، استنشق جذب الماء واستنثر أخرجه إلى الخارج. وأيضا لو أنه يعني جعل المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة فلا مانع، يعني قد يجعل للمضمضة غرفة والاستنشاق غرفة، هذا لا مانع، أو يجعلهما في غرفة واحدة لا مانع، الأمر في هذا واسع. وهنا لم يبين، قال ثم تمضمض واستنشق، ولم يبين هل لكل نوع غرفة أم أنهما في غرفة واحدة. والأمر وكان يعني بعض الناس يتمضمض ثم يستنشق، وبعضهم يجمعهما، والأمر في هذا سهل وواسع، وكله صحيح إن شاء الله. ثم تمضمض واستنشق واستنثر، واستنشاق الجذب واستنثار كما قلنا الدفع إلى الخارج. ثم غسل وجهه 3. أيضا هذا المضمضة والاستنشاق 3 كذلك، وغسل وجهه 3. حدود الوجه من منابت الشعر المعتاد بخلاف الأصلع، لا الأصلع ما إنما المعتاد. وإذا كان شعره نزل على جبهته لا، فلا بد أن يكون من حدود الشعر المعتاد إلى الذقن، هذا حده في الطول، ومن العرض من الأذن إلى الأذن عرضا، هذا كله سمى وجه. لماذا سمي وجها؟ لأنه هو الذي تحصل به المواجهة، هو الذي تحصل به المواجهة، سمي وجه لأنه يواجه به أن الإنسان الناس. فالوجه هذا حدوده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، وأيضا من حدر ما هما من الشعر اللحية أيضا من الوجه. فإذا كان الشعر خفيف يغسله، وإذا كان كثيف لا يلزم أن يدخل الماء، وإن كان التخليل سنة لكنه لا يلزمه، لأن المقصود غسل الوجه وليس غسل الشعر. فالوجه من كما قلنا من منابة الشعر إلى اللحيين ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فيغسل هذا كله. ثم غسل وجهه 3. الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لم تذكر المضمضة والاستنشاق، لكنها
السنة دلت عليها، ولهذا أكثر العلماء يقول أنها أن المظهر ساق، وذهب بعض العلماء كالحنابلة والحديث وجمع من أهل العلم إلى أوض المالكية يقوم بالوجوب، وجوب المضمضة والاستنشاق لأنها من الوجه، لأنها من الوجه داخل في قوله فأغسل وجوهكم. قد يقول قائل والعينين لماذا لا أغسل العينين؟ نقول نعم العينان كذلك من الوجه، لكنه لم يرد أن الرسول كان يدخل الماء في عينيه، ما كان، ولهذا كان يدخل الماء في فمه ويدخل في فمه لكن ما أدخلها في عينيه، ولا أدخلها وإلا صحيح العينان من الوجه كما أن الأنف والفم من الوجه كذلك العين، لكنه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني يفعل ذلك، وإلا كان ابن عمر كان يدخل الماء في عينيه، كان يدخل ولكن قال أنه يضر، إدخال الماء في العينين يضر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل الماء في عينيه، ولهذا يكفي فعلا أن الإنسان يغسل عينيه وهما مغمضتان، معنى يأتي الماء على الأجفان والحواجب. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين، اليد من هنا إلى هنا، هذا اللي يغسل في الوضوء، من اليد من رأس رؤوس الأصابع إلى المرفق، هذا هو المرفق، هذا العظم، هذا المرفق. لماذا سمي مرفق؟ لماذا سمي مرفق يا مشايخ؟ ليش سمي مرفق؟ هيا علي، هذا يا مشايخ، هات صحيح، لأن يتكي عليه ارتفاق، الارتفاق هو الاتكاء أو هو الاعتماد، فسمي مرفق لأنك تتكي عليه، ولهذا ارتفق بمعنى ارتاح منه وترتفق به أحيانا، يعني بمعنى تنتفع به أحيانا، ترتفق بمعنى انتفع، لكن اتكى ارتفق فهو مرفق، والمرفق هو العظم هذا. والله عز وجل أيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، وهنا قائل المرفقين وإلى، طبعا كما يقول اللغويون تفيد الغاية، الغاية. ثم اختلف العلماء هل الغاية تدخل مع المغية أو لا تدخل، لما إذا المرفقين تدخل أو ما تدخل، هذا الذي يثيره العلماء، فبعضهم يقول لا تدخل، لأن الأصل أن المغية لا يدخل، أن الغاية لا تدخل المغية، وبعضهم قال لا، إذا كان من جنسه دخل، وإذا كان من غير جنسه لا يدخل، إذا كان من جنسه مثل هنا المرفق من جنس اليد، بينما يتم الصيام إلى الليل، الليل غير النهار، فلا تدخل، الليل لا يدخل في الآية هناك، وهنا يدخل، ولكن لا شكل هنا الصحيح أنها تدخل، لأن الرسول أيضا غسل مرفقيه، الرسول أدار الماء على مرفقيه فهما داخلان، وسيتم معنا أيضا الغرة، إطالة الغرة في التحجيل والتحجيل، فالمرفقان داخلان في غسل الوضوء، فالإنسان إذا غسل يده مع المرفقين أو بيده إلى المرفقين يغسل هذا كله، ثم يدير الماء على مرفقيه حتى يبلغهما، لأن المرفقان كما تعرفون قد يكون فيها نتوءات أحيانا لا يبلغها الماء إلا بالعناية والانتباه. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، إذن يغسل ثلاثا ثلاثا، هذا سنة. الواجب هو أن الماء يبلغ أعضاء الوضوء، لا يبقى فيه شيء لم يصل الماء، لو أنه مثلا غسل وجهه وجهة الجفن أو جهة غضاريف الأنف لم يدخل الماء ما صح وضوءه، لابد أن يتفقد الأشياء التي أحيانا قد لا يصلها الماء إلا بالتفقد، فهذا لابد من التنبه له، كما مر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، لأن العقب مؤخر القدم، ولا قد لا يصل الماء إلا إذا اعتنى به صاحبه، لأنه
ليس في مستوى النظر، ولأنه أيضا قد يكون في بعض النتوءات التي لا يبلغها الماء إلا بالملاحظة. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. هنا جاءت اللفظة كما في الآية، وامسحوا برؤوسكم، فيها الباء وامسحوا برؤوسكم. قال هنا ثم مسح برأسه، ولم يقل ثم مسح رأسه، وإن كان المؤدى صحيح، لكن من لطيف كلام العلماء أن دخول الباء هنا وهو جميل جدا، لأن المسح لو قال مسح رأسه لا يفيد أنه مسحه بماء أو بغير ماء. قد يكون لأن من مسح يده، من مسح رأسه بيده بدون ماء يقال مسح رأسه. لما تقول مسح به يصير ذكر الممسوح به، بخلاف غسل. لو قلت غسل يده ما في غسل إلا 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 لابد في مغسول. غسل يده بمعنى لا يحتاج، يعني يفهم المغسول من مجرد الفعل، غسل يده معته في ماء. لكن لو قلت مسح رأسه قد ما تفيد في ماء، لكن لو قلت مسح برأسه تدل أن في شيء ممسوح، وهذه فائدة جميلة. مسح برأسه ذكر القرطبي، ذكرها القرطبي رحمه الله، مسح برأسه. أما مسح رأسه ما تفيد في ممسوح، الممسوح به، وإن كان قد يصدق عليه أنه أن يده مبلولة مسح، لكن لا مسح به غير مسحه. بينما غسل لا تفيد في ماء، لأن مادة غسل نفسها تفيد الماء، لكن مادة مسح ما تفيد الماء. لكن لما أتى بالباء دل على أن في شيء ممسوح، ممسوح به، في شيء ممسوح به. وهنا قال ثم مسح برأسه، وهذه فائدة لطيفة حقيقة لطيفة. وإن كان في قلب، قال ما قلب، ولو مسح رأسه به، هو مسح برأسه، مسح رأسه به، لكن هذا سموه قلب. ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه. غريب أن قال كلتا، هو كلتي ولا لا؟ كلتي مصوب ولا لا مشايخ؟ لا 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 إلا إذا كان لغة البناء المثنى. أنا ما انتبهت إلا الآن يعني، ولا كان بودي رجعوها يا مشايخ. غسل كلتا، للكلتا إذا لا 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 كلتا، لما لا كلتا ما دام هي لا 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 يعمل بها التثنية إلا إذا أضيفت إلى الضمير، كلتاهما كلاهما. أما إذا أضيفت إلى غير الضمير لا تلزم البناء. كلتا رجليه ثم غسل كلتا رجليه، بمعنى مبنية هنا، مبنية على السكون وهي منصوبة، لكن لو أضيفت الضمير نقول كلتيهما. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، كذلك أيضا الرجل من الأصابع إلى الكعبين كما في الآية فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان، التقاء الساق بالقدم، التقاء الساق بالقدم، العظمان الناتئان هما الكعبان. ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله أن الكعب العظم الظاهر من ظهر القدم، ظهر القدم هذا المرتفع اللي عند مربط الشراك أن يسمى كعب، وقد يجوز في اللغة أن يسمى كعب، وأن هذا هو الكعب المراد. لكن اللي عليه الجماهير العلم لا، أن الكعب هو العظمان الناتئان عند التقاء الساق بالقدم. فالمتوضئ يغسل رجليه من الأصابع إلى الكعبين، والكعبان داخلان، الكعبان داخلان في مسمى الوضوء، فيغسلهما
ثلاثا. إذن هذه صفة الوضوء الكامل، ثلاثا 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 إلا الرأس مرة واحدة، المسح ليس فيه تثليث، أولا المسح تخفيف، ولو ثلاثا لكان غسلا يعني، والمسح يكون بلل، ولو مسح ثلاثا لكان غسلا، لأن الغسل هو أن الماء يسيل على العضو. المقصود أن الوضوء يسن أن نغسل ثلاثا الأعضاء، لكن لو اكتفى بمرة كفى. ذكرت الغسل المرة عامة، الغسل عامة المغسول عامة العضو، فإن هذا كافي. مرتين الرسول جاء أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن توضى مرة مرة ومرتين مرتين، جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم توضى مرة مرة يعني مرة واحدة لكل عضو، ومرتين وثلاثا، والأكثر ثلاثا، الأكثر أنه كان يتوضى ثلاثا ثلاثا. لكن لو أنه لم يعني لم يعم العضو بالثلاث يأتي برابعة، لو أن الماء لم يصل إلى 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 كامل العضو وبقي جزء لم يغسل لابد يغسل ولو غسل ثلاثا، يأتي بالرابع وخامسة حتى يعم العضو في الغسل. ثم قال يعني عثمان رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. نحو بمعنى مثل، وإن كان العلماء يفرقون بين نحو ومثل، مثل تقريبا متطابقة مع الشيء، لكن نحو يعني لكن هنا معناها مثل، لكن إذا جاء اجتمعت نحو ومثل فإن نحو تفيد ما تفيد المطابقة، لكن المثل تفيد المطابقة. يتوضأ نحو وضوء هذا. وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يدل على فضل الوضوء، كون المسلم يحرص أن يكون على طهارة في جميع حواله، هذا نعمة، واجتهدوا أن تكونوا دائما على طهارة، حتى لو خرجتم بيوتكم ذهبتم لأعمالكم ذهبتم لأي جهة يكون ينبغي أن يكون على طهارة، وهذا أفضل وأحسن وأنظف وأيضا عبادة. ثم صلى ركعتين، طبعا هذه سنة الوضوء، سنة الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه: لقد رأيت أو سمعت خشخشة عليك في الجنة، فماذا كنت تصنع؟ قال: لأنني كنت إذا توضعت ما توضعت إلا صليت ركعتين، إلا صليت ركعتين. فاجتهدوا في هذا. وهنا قال: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يدل على 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 يعني أهمية المسلم يجتهد إذا أدى عبادة أن يتجرد لها، وأن يخلص فيها، وأن يحسن أداءها. أي عبادة، سواء زكاة أو صلاة أو يجتهد أن يكون مستحضرا النية، وأن يؤديها على كمالها، وأن يؤديها يعني بحضور قلب وبكمال في الأداء، وخاصة في الصلاة. هنا قال: لا يحدث فيهما نفسه. طبعا هذا حديث نفس، وهو ما نسميه في لغتنا المعاصرة السرحان، ما يسرح في الصلاة، بمعنى لا يسترسل. ولا أحيانا طرق السرحان ما مشكلة، هذا ما الإنسان أحيانا لا يدفع، ما يستطيع دفعه، لكن إذا هذا يرجع، وإلا إنسان بشر كلنا نسرح حتى في الصلاة، صلاة العفو والمسامحة، لكن إذا ذكر يرجع، فإذا رجع ما يضره الأول، السرحان الأول ما يضره، لأن هذه غالبا
ما ينسب منه أحد. طبيعة البشر أنه أحيانا يأخذ التفكير، لكن إذا ذكر يرجع. هنا قال ثم صلى لا يحدث فيما نفسه، اللي يسمى حيث العميل الهواجس، ما الهواجس السرحان، غفر له ما تقدم من ذنبه. ما في أعظم هذا من هذا الثواب. وهذا يدل يا إخواني على فضل الله عز وجل، وعلى يعني أننا لا 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 نقلل أي عمل نعمله. أولا رحمة الله واسع وثوابه أعظم، والله يعطينا من واسع فضله. ولهذا قال الله يقول حديث القدسي لو أن أولكم وآخركم كانوا على فسألوني فأعطيت كل واحد مثلا ما نقص ذلك من ملك شيء. فحينما صلي ركعتين ويغفر الله ما تقدم من ذلك، ليس كثير على الله عز وجل، كل ما تقدم يروح بركعتين. فلا تستقل العمل مهما كان، ولا تستبعد فضل الله، فضل الله واسع ويعطينا ولا ينقص بالعمل ولا يضره. لا تضر المعصية ولا تنفع الطاعة سبحانه وتعالى. فركعتين ما تاخذ مهما عطلت فيها او طمأنت فيها ما تاخذ 4 دقائق 5 دقائق، هذه طالت ولا دقيقتين 3. يغفر الله لك فيها ما تقدم من ذنبك. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث صحيح في البخاري قبل الصحيحين بعد، غفر له ما تقدم من ذنبه. العلماء قالوا ان المغفور هنا الصغائر، اما الكبائر لابد فيه من التوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا الصلوات الخمس كفر ما بينها، الجمعه للجمعه، ورمضان الى رمضان، كل الكفرات كثيره ولله الحمد، كفرات الذنوب كثيره جدا. فاجتهدوا في الاعمال الصالحه ولا تستقلوا اي شيء، حتى صدقه بريال بريالين بدرهم درهمين بجنيه جنيهين، لا تستقلوا اي عمل. الكلمه الطيبه صدقه، وبخاصه يعني حينما نقول الكلمه الطيبه صدقه، احيانا مع من تعرف يكون كلامك طيب مع قاربك مع اصدقائك مع زوجك، لكن مع الغريب هو الذي يتبين. اخلاقك تتبين مع الغرباء، مع الذي لا تعرفه. بمعنى اجتهد ان يكون كلامك طيبا مع كل احد مهما كان، تقدم الخير، تقدم المعروف، تقدم الادب، تبدا بالسلام، تفسح في المكان، تفسح في الطريق، ولا لا تنتظر معروفا من احد، ولا تنتظر ردة فعل طيبة ليشكروك ويثنوا أبدا. اجعل هذا خلقك، واجعل هذا تعاملك مع الله عز وجل. وهذا هو الذي يفترق فيه أصحاب الأخلاق الكريمة. أصحاب الأخلاق والكرماء والنبلاء حينما يقدمون الإحسان المعروف لا ينتظرون جزاء ولا شكر أبدا. فأنت حينما ينعم الله عليك وتكون ذا خلق فتقدم أخلاق، لا تنتظر أحدا يشكرك أبدا. إن شكرك فجزاه الله خيرا، ولم يشكرك لا تنتظر أبدا، لأنك تقدم شيء من خلقك أنت. والله أعطاك وأكرمك بأن تكون بهذا النبل وتكون بهذه المروءة. ما تنتظر يعني الكرماء والنبلاء لا ينتظرون يعني أن يشكروا، يقدم لأن هذا خلق. ناهيكم يا أخواني، وهذه قضية يجب أن تعرفوها، حينما ينعم الله عليك بالخلق الكريم، الكاسب الأول هو أنت. لا تظن أن 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 أنك يعني فقط تحسن الآخرين أو أنك تنفع نفسك. لأن الإنسان إذا كان كريم يكون قلبه سليم، ويكون سعيد، ويكون راضي. الكرماء والنبلاء راضين عن أنفسهم ويقدمون المعروف والإحسان بصدور الرحبة.
وهذه نعمة الله عز وجل، نعمة الله على الكرماء أن يجعلهم في سعادة، فجزاء عملك لك أنت قبل أن يكون الآخرين. فأنت حينما تقدم الخير وإحسان لا تنتظر أبدا، لا تنتظر ردة فعل من أحد أبدا، لأن الله أعطاك. بدليل انظر إلى 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 البؤساء، انظر إلى يعني أصحاب الأخلاق الشرسة، انظر إلى الغضوبين، انظر إلى الحمقى، قد أهلكوا أنفسهم، بينما أنت لا. المقصود أنكم يعني الأعمال الخيرية اعملوها، والجزاء من الله كبير جدا في الدنيا والآخرة. فإذا كان ركعتان يغفر لك ما تقدم من ذلك كله، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.